الإفادة اللي عم تنتج على هالمباريات اللي عم بتصير إفادة كتير 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 كبيرة لمحافظة البصرة. حركت الفنادق، حركت المطاعم، عملت إعلام إيجابي للدول العربية المجاورة وللعالم أجمع أنه البصرة آمنة، أنه البصرة فيها تستضيف مباريات بهذا الحجم. البصرة حاليا منتعشة اقتصاديا بسبب الملعب اللي انبنى في البصرة. الفنادق اللي شفتها ملت، المولات ملت، السناتر ملت، عندك حتى ابو التاكسي هسه حاليا جاي يشتغل بسبب يعني بسبب الناس والازدحام اللي صار بالبصرة. لا ما انا ما قاعد اللي ما